كده ضايقته بيرد في دقيقتين. هما ما وجه سؤال معين لكن ما دقيقه دقيقه ما انت جبال جبال دار ترد له ما هو انا ذاتي ما دار يا جماعه كلكم اساتذه هنا واشتغلت في قنوات وبتاع ما ممكن انا دور لايفات اجي اوجهكم ده مرات دور بيكون متضايق في زون في نقطه معينه كده بيرد فيه في دقيقتين بعد ذلك بينتظر فرصته لما نيجي فرصته بيشرد لو عنده خمسه دقيقه ممكن شنو يضغط بتاع اللايف بقول له سته سبعه دقائق ثمانيه دقائق وبدي فرصه للاخرين بعد ذاك عشان يشوف راي الاخرين وبيحفظ نقاط بيجي برود للدول في النقاط حقه ده فده الموضوع ففلسطيني مرحبا بك انت عارف منصور ده اخويا العزيز لكن ما في مجابه يعني هاي حريه سلام وتعالى مرحبا بك يا فلسطيني والله يا والله ما شاء الله يا اخي والله ما كنا دايرين نرد ماسي لكن ما طلع ما خوف نستنى شو المحسوبيه شويه لا ما في كلام زي ده نهائي والله نردم يعني لا نهائي خلاص ما في كلام زي ده تمام لو سرقت فاطمه تمام طيب محمد لمحمد قطع يدها الله اكبر والله ما في ليه ثانك يو سو ماتش ايوه ما في هزار تفضل اكبر والله الله اكبر اول حاجه والله نحن طبعا انا بقدر اسلق التقرير اليومي عشان الناس تكون على علم بالحاصل بالضبط وبعد كذا يكون في نقاش حوار في محور الحدث. بالنسبه لي انا منصور انه جنجويدي سلوك انا دائما بقول انه جنجويدي سلوك يعني الجنجويد ده ما كلمه بتقول انه ده جنجويد بي شبكتك ما قاعد تساعدك الليله دينا مرحبتين يا أخي ولضيوفك الكرام أنا طبعا ما عندي زمن للمهاترات وإنت كعب وإنت كويس وأنا كعب وأنا كويس أنا بديك بس زيت في باخرة روسية جاية محملة بالقنابل اللي بتترمي من الطيران تم توقيفها في السعودية كل الحب والتقدير لدولة السعودية ولأمريكا لأن الطيران ده كله شكله كان حيضرب في كردفان زي ما ضرب في أم روابة وقطع الناس فعشان الناس اللي بيفتكروا انه جماعه حمدوك ما شغالين والله ومراقبين لو انتهاكات جيش مراقبين لو انتهاكات دعم سريع مراقبين طيب باخره ملانه غازفات طيران باخره روسيه تم وقفناها في البحر الاحمر هناك عشان ما ممكن تكملوا علينا في كردفان بفهم عرب شتات ما احنا ما فاضين تبيدوا لنا ناس النيله الازرق تقول لنا حشره شعبيه تبيدوا لنا ناس دكتور خليل تقول لنا اولاد المخطوفه تبيدوا لنا ناس جنوب السودان تقولوا ما عارف شنو تبيدوا لنا ناس دارفور تقولوا ما عارف متمردين وحواضن دكتور خليل وحواضن عبد الواحد احنا ما فاضين حاليا عشان تبيدوا لنا ناس كردفان تقولوا حواضن دعم سريع دارين تقابلوا الناس ديل في المعركة راجل لراجل قابلوهم لكن عمليات انه تضغطون بفهم ضرب حواضن حاليا في اجتماع عالي بين حمدوك وحميتي وعبد الواحد وعبد العزيز الحلو احنا مهمتنا حماية المدنيين ومواطنين السودان الحرب الكراسي دي ما فاضي ليك ولعبة دخلت سنجة وسكيتون ومرقوا سنار لأنه إحنا عارفين في انسحابات للدعم السريع ما بضعف بضغط بضرب حواضن وده الحق أدى تمرد ضباط الجيش حاليا من كردفان أعلنوا التمرد من الجيش السوداني ما ممكن ضابط قاعد معك في الجيش وإنت تضرب أهله ده الكلام اللي إحنا يعني هنا لكن إنت كعب وإنت حلو وإنت الجيش الرحمة الجيش صانع الميليشيات صنع الدعم السريع وصنع القوات المشتركة وصنع كيكل وصنع البراون وما زال الرحمة الجيش يتوالد ويصنع الميليشيات إحنا دارين نستأصل الرحم السرطاني صانع الميليشيات ده كويس المعركة حاليا بين البراون وبين الدعم السريع لأنهم يستوصلوا بالحكم وبنفس الضغط الضغط بيه والحركة الشعبية لحد ما انفصلت من جنوب السودان نفس الضغط الحاليا دار يضغطوا بيه الدعم السريع بضرب أهلهم ودار يعملوا تحالفات مع بعض قبائل الإدارات الأهلية بتاعت المسيرية عشان ما نضربكم نضرب الرزيقات والكلام الفارغ ده ينفع معنا الحارب راجل لراجل لكن تنسحبوا لهم من مدني بكامل إرادتكم وتخلوهم يبيدوا ناس الجزيرة وتقرأ يعني تلعبوا معنا لعبة الكراسي احنا دخلنا واحنا مرقنا واحنا انتصرنا والله احنا ما فاضيين للعب ده حرية سلام وعدالة دارين تقدر تقعدوا في طاولة مفاوضات مع الناس كلهم يتقسم الحكم دارين قبيلتين شوايق وجعلين تمسك تبيدوا السودان وتحافظوا على الإقليم الشمالي عشان تعيشوا انتوا الناس أهل المصريين ديل وتكتلوا لنا الناس والله الدعم السريع ده احنا ما متفقين معه انه يحارب لكن ما بنسمح لكم تبيدوا أهل كردفان ودارفور بأي سبب من الأسباب
كلام ده واضح. وكل الشغل اللي انتوا شغالينه الكيزان احنا مراقبينكم، ما قاعدين ساكت، احنا ما قاعدين ساكت، احنا شغالين. ووقفنا لكم باخره روسيه محمله بغازفات الطيران تم توقيفها في السعوديه، وخليه يقول لك كلامي ده كذب. ووقفتها امريكا ومع السعوديه. انت جيب روسيا واحنا بنجيب امريكا، والفوره مليون وبس يا كسل. انا ما عندي كلام غير كده، تفضل واصل. فلسطين شبكت غير عبي ساده، فلسطين واضح. شبكه واضحه، الشبكه كده ما في. طيب كده كده لو صوت ما واضح مره لا مشي لي حته قويه مالها كويسه. طب لا لا شبكه ما عندك، ما باحلك قليلة، ما باحلك. سعد عليه السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. احمد كسل اخبارك وصادق ان شاء الله؟ طيب الحمد لله. عيادنا الناس القاعدين في المنصب وشباب الشباب القاعدين في بيكبسوا وناس بيسوي لك. والله ما اتكسر بعد عندي كلام انا ثلاثه داد نقوله ليس ادون كده. ناس القداد وناس سنات، ناس كسلة، ناس اكبر، ناس شندي، ناس اندي دفا يا احمد كسل شفت الدنغولي بيت اتوار اندي دفا يا احمد كسل اسوا بالله الكريم شفت ما عندهم يدين ما عندهم رجلين. اي هي انسان تسأل سبب منه يقول لك سبب برهان. الناس شفت الناس القاعدين في سنار وفي كسل وفي قدارف ما بينسوا قداي بتاع تدرفون ده ذات ومننا فينا ذات ما قاعد ننسوا قداي بتاع تدرفون. ناس شفت احمد كسل يا والله انا بتمنى شفتها صدقها شفتها جهز واعطيك تهز كده بس انزل فيها بس. لانه الانسان ما عنده خد لاولاد ما عنده خد لاهله. يعني مستحيل انسان شفته وتحرق يجيب ما بتهان قسما بالله الكريم. انا احمد كسر ما ربيت في ذات فوت تمام، لكن انا من الناس اللي قعدت ما في ذات فوت قسما بالله بتهان كانه انسان شفته ما بشر ذات ما عنده علاقه بالدين. وسألون ده قال له قول له كتاب واحد بس يقول له شنو برهان يتكلم كلام اسمه قبلي. قال تذكر زمن الصورة أحمد كسر برهان قال لهنا مش ده أهله في شندي. قال أهلنا لهنا ديل أفضل الناس اللي قاعدين قال يخلينا في الحكم نحكم البلد ده. ده كلام ما أنسوي ده إنسان قائد وهذا شاب المصلى بيقول كلام زي ده. يا سألون أنت ما بتموت يا ولا شنو يا سألون؟ انت اسالون على اللي بس بعد ما هذا بدا انت على اللي تالت اتيادات وبشوف الناس قاعد تابانين كيف. زمن لقيت الناس قاعدين في الهيم يا احمد كسل انا قال ليش شواويرين بتاعت القطن. طبعا هنا في سنات احمد كسل قاعد ندوسهم شنو؟ القطن ده قاعد ندوسهم شوال شوال كده. انا زمن لقيت الشوال بتاعت القطن قسما بالله الكريم قال لي معسكرات قال لي القطن والله. سالت السواق الليبي قال لي انت ما سودان ولا شنو؟ قلت له انا سودان. قال لي نازل قاعد 100,003 هنا. قسما بالله زمان انا الدمات ما عارف في انسان عنده دين بيعمل كلام زي ده؟ شكرا. شوف الناس اللي قاعدين في سنار وفي قداري قسما بالله الكريم اي انسان واجب ما بتهنى ده انسان جنى حرام والله. قسما بالله الكريم بالذات من الناس القبائل الدارفوريه ازموا الكلام ده بالذات ده تتاكد من كلام زي ده على اللي خلي سنار تعال بس دارفور بس لف المعسكرات تشوفها بس ما تمشي شات في الفاشل ده بس تعال شوف المعسكرات وتهيأتنا لك. شكرا. لا لا ده ما جنجويتي، انا جنجويتي بعرف. امك جدو اقبض 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 قبضنا جدو قبضنا جدو جدو انقبض جدو انقبض. يا رب لك افتح الكاميرا يا جدو لك الحمد والشكر والمنه. جدو انقبض دقيقه بس لحظه بس انقبض انقبض جدو. انت ها ما انت شايف انا مش انت ما هو التحدي ما معك انت
التحدي مع هناي مع هناي الله يدينا. طيب الزول ده بس ياخدها بس انا من جبال زمان كايسو بس الحمد لله بلوك ادينا بلوك خدت الصوره بتاع المنصور. يعني احنا جبناك هنا عشان دايرينك بس تقول هناي لانه دايرنا ندي هسه الفرصه بتاع السعدون ونرجع لك انت ونرجع لمنصور ونرجع لمنصور ونرجع لك انت. طيب تمام طيب شكرا. دايرين نقول لك شير للمنصور لفاضل منصور لانه امبارح اتحدى الجماعه دي والجماعه دي قالوا هسه هم في المصنع بتاع السكر فالله جعله يعني انا ما اعرف يعني لكن كميه الصور اللي جاتني جميع الاتجاهات يعني يا جماعه الناس دقوا الشاشه يا جماعه دق انا قال لكم ابراح ولا شنو كله دقيقتين اقول لكم ها دقوا الشاشه ما ممكن قلبوا الشاشه دي ولا نقفل اللايف يا جماعه نقفل اللايف نمشي ننوم ذاته نريح جسمنا شويه رايكم شنو يا سعدون نكفل يا دول بكره بس لا 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 احنا دارين الفاضل يا احمد كسل انا والله العظيم الفاضل ده باي طريقه زول ده يا اخوانا شيروا له لازم يجي عشان احنا بالهدف الاساسي يا احمد نفشل الناس اعلاميا طبعا كلامهم كله كذب امس الواحد ده بيتكلم تقول يمين بالله العظيم صبيه في سكر في سكر سنات الليله هدي كل المقاطع والفيديوهات. طيب سعدون واحمد كسل لكم التحيه انا بس دار اسال سؤال واحد ونازل كلمتين بس ممكن يا احمد كسله سؤال واحد بس ونازل طوالي الفرصه بتاع سعدون لو اداك فرصه وجدته يا سعدون تسمح لي بس سؤال واحد بس. طيب 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 يا دينا سير الختم بالله دار اسالك سؤال بس بارك الله فيك يعني الرجل بالله اللي اتكبرت له وبقيت منتظره في الفندق الزول ده جاك ولا ربك ركبك المعسوره دقيقه انس جاي يا انس دقيقه ما لا يا اخي ما بتجي يا اترفع عن الرد لشيخ التكسي وشيخ الباسطة وشيخ السلطان يعني اترفع عن الرد يعني دون المستوى يعني دون المستوى اترفع عن الرد والله ما ده اسلوبكم اصلا انتوا عندكم شنو يعني انتوا يا شيوخ المغتصبين الاطفال يعني عندكم شنو. طيب خلاص خلاص انت يا اخوتنا قد تترفع عن الرد طيب تعمل طيب طيب يا اخواننا اولا حاجة سبحان الله نحن الجنجبيد ده اخواننا ما حنقتلعوا اقتلاع يعني هو زول جحلول رافع سلاح مصيره انجغم عن طريق القوات المسلحه والمشتركه والمستنفرين. موضوع الجنجبيد بالنسبه لنا منتهي لكن فعليا البلاء الحقيقي القحات ديل يا اخواننا صراحه يعني شفتها انا بالنسبه لي القحات مجرم اكثر من الجنجبيد ذاته. ها رايك شنو؟ طيب اذا بتطلع وبتقول لك يا اخي نحن ما فاضين لكم ونحن فنعنا وفعلنا والله انتوا الحبه ما تفعلوها مبدئيا كده كقحاته ثاني انتوا الحبه ما تقدروا تفعلوها ولا عندكم وضعيه ولا عندكم شرعيه ولا عندكم مؤيدين على ارض الميدان على ارض الواقع كده كشعب سوداني ما عندكم الحاجه دي اقتنعوا بها. الشيء الثاني الموضوع بتاع انه سبحان الله هي كادر بتقول ان احنا دارين نوقف الحرب دي وكلامه كله عباره عن انتهاكات جيش الشوائقه والجيش الجعاليين والعنصريه والجيش وفعل والجيش داربيد وده كله متناسيه جرائم الجنجويد دي ما بتوريك طبعا ده مظاهر القحاتي ما هي مبدئيا بيجي بيقول لك يا اخي احنا دارين نوقف الحرب دي والجيش طيران الجيش والفلول والكيزان وعمل وفعل قالوا لا 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 وما ادراك ده خطاب. طيب انا دار لك والله العظيم انتوا كقحاته الان على مستوى المنصات في السوشيال ميديا كان خالد سيلي كان الفكي كان اي زول من قيادات القحاته ديل خلي لي ينزل له منشور واحد ويفتح التعليق. انتوا عارفين نفسكم منبوذين والشعب السوداني نابسكم حتى على مستوى الميديا في الفيسبوك خالد سيلك ده الان امشي راجع صفحاته وشوف المناشير اللي بنزلها هل فيها تعليق؟ وين الحريه؟ ما انتوا عاملين فيها ناس الحريه وابداع الراي والراي الاخر وحيث كان وحيث ما فلسفتكم دي عباره عن نفاق كذب تضليل وانتوا الجناح السياسي للملاهج دي. الكلام ده ما بيختلفوا فيها اثنين عشان ما تيجي تقول لنا الفارقه بتاعتكم دي وجيش الشوائق وجيش الجعلين انتوا في انتوا الميليشيا الحقيقيه انتوا كدحاته الميليشيا الحقيقيه وملفوظين وما عندكم اي وضعيه ولا للحرب اللي انتوا بتتكلموا بها دي اريتها لو كان لمعاناه المواطن. لا 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 دي دعوه شنو حق اريد بها باطل. ما هو القحاته لما يقول لك لا للحرب ونعم للسلام ما الهدف انه المواطن المعاني في الشارع ده ولا نايم تحت الشجر ولا في المدارس لا 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 الموضوع بالنسبه للمساومات يا اخواننا حيتجي منظمات دوليه وغيره حقوقيه وما ادراك تعال نسوي اتفاق ونجيب القوه المدنيه اللي هم القحاته الريمم ديل داري يرجعوا ثاني يحكموا
بمساومات بتاعت شنو تعالوا لا للحرب والسلام والحركة اللي حصل بمساومات يجوا تاني دارين يقولون مناصب وزارة وزارتين والكلام ده تاني ما حد شموك تشموك قدحة في أحلامكم الكلام ده أنا بقول لك واسمعيه في أحلامكم السودان ده تاني ما بتحكم اسمع الكلام ده يتهمونا ببلابسة تتهمونا بكيزان تتهمونا بالشيطان الرجيم تاني في حاجة اسمها حمدوك ما في حاجة اسمها خالد سليك ما في شاع من شاع وأبا من أبا وديك لو بقيتوا قدرة تعالوا بصناديق الاختراع الكلام ده واضح الآن الشعب السوداني بيعاني الشعب السوداني الآن هو نازح الشعب السوداني الآن تحت الرصاص ومتألم والآن وين الكوادر بتاعنا الأحزاب دي القحاتة بالتحديد الآن في فنادق فايف ستار على قدر ما المواطن ده يعاني ويتعب الآن المواطن هو مشرد وتعبان انتوا وين انتوا قاعدين هناك في فنادق فايف ستار على قدر ما المواطن يعاني انت بتاخذ البونص والله فعليا لما قالوا انتوا أرباب بتوع منظمات وعملاء الكلام ده حقيقي انا بعرف واحد على المستوى الشخصي قحاتي من اهلنا زول سجمان رمضان عاطل من ما الله خلقه وما اشتغل قاعد بس كل شهر بتجي دولارات من وين بيصرف من وين اللي بيمول منو ما انتوا كلكم نفس العينه بتاعت النموذج اللي انا بتكلم لكم عنه ده من وين بتصرفوا انتوا قاعدين في فنادق في خمسة نجوم جاي تتكلم عن المواطن مبادره واحده ما قمتوا بها عشان المواطن تتكلموا بس مزايدات سياسيه ثاني ما عندكم رجعه تجي تورجوا في المنصات كده زيكم زي جنجويد واحد شكرا تحياتنا منصور بعدك نتري جدو منصور ما جاهز طيب شكرا جزيلا أستاذنا كسلة وكل المجموعة مرحب برضو بالأخ جدو والسودان يسير وكل المجموعة منصور طبعا أتعدون قالك أنت دول جنجويت المفروض تعلينا يعني طيب أول حاجة كلمة متمرد وكلمة ما أعرف خائن وكلمة إنك أنت عميل الكلام ده ما وليدة اللحظة أخواننا في جنوب السودان لهم التحية والتقدير والاحترام قبل كده قالوا لهم متمردين قالوا لهم نجت وصلت لدرجة إنه قالوا لهم حشرات ده كان من يعني أعلى حرم الدولة البشير وآوانه يعني ديل كانوا بينبزوا في أخواننا في جنوب السودان لأنه أخواننا في جنوب السودان رفعوا السلاح من أجل رد المظالم ده واحد وبالنسبة لمسألة إنه يعني أي زول قال الحق يتكلم عن جيش الشوايق والجعليين خلاص إنه أنت بيقول لك أنت دعم سريع أنا ما دعم سريع يا سيد أنا لو أصلا عايز أندمر الدعم السريع بعلن إنه أنا بندمر اندمام رسمي لكن أنا بتكلم عن جذور أزمة السودان الآن ليه عبد الواحد محمد أحمد النور يعني هو أنا بتكلم على الحركة عامة الحركة بتاعت عبد الواحد ليه رفضت تخش في الصراع لانه هي عارفه جذور الازمه شنو حركه عبد العزيز الحلو ليه رفضت الحركه الشعبيه ليه رفضت تخش في الصراع اول حاجه الاكبر ناس منافقين في السودان يا هم القبيلتين ديل هم دمروا السودان اصلا يعني هم موجودين قاده الجيش والشرطه والامن استصحب كلمه جزء منهم يعني جزء جزء من ابناء الشمال خاصه الناس اللي موجودين في كابينه الدوله الجايبين معهم المخابرات المصرية يساعدهم ويثبتهم في السلطة ديل أصلا هم السرطان الحقيقي للشعب السوداني الكلام ده واضح لأي إنسان يعني أنا شخصيا منصور ده ما في زول بقدر يجي يخبش وعي أنا مشكلتي ما مع الدعم السري أنا مشكلتي ما في الجنين أنا مشكلتي ما في كردفان أنا مشكلتي في المركز الظالم يا أخي التنمية في دارفور سايد التنمية دي بأطلوها يا أخي المرحوم إبراهيم دريد جاب شركة عشان عايش يصلح الطرق جل الشماليين قاموا قالوا لا التنمية هنا في دارفور ما لا يمكن أطلوا التنمية في دارفور ده واحد أطلوا التنمية في دارفور ده واحد عندك كتكور أيوة جد خش طبعاً في الموضوع جد خش لأن عنده كتكور طيب شكراً أول حاجة الناس اللي حاضر اللايف أمس أنا لما جيت في اللايف ده وتكلمت وقلت إذا كان الجيش سيطر على المصنع بتاع سكر سنار يطلع يبث لنا فيديو من داخل المباني اللي هي فيها الهياكل والمصنع نفسه المصنع الهيكلي مع كل الأسف في واحد سعدون أو واحد تاني بتذكر كان معانا سعدون تاني في واحد تاني قال لي انت ما بتعرف مصنع سكر سنار ما عندك بعلاقة والمصنع اصلا عباره عن 50 قريه انت ما بتفهم اصلا طبيعته قلت له يا شيخنا المصنع ده انا دخلت فيه انا بعرف
إذا الجيش فعلا دخل المصنع يصور لنا من داخل المصنع بس. وتكلمت قلت المصنع ده أصلا بالنسبة لي أنا ما ذاتي أهمية عشان أنا أقدر أضحي به مثلا عشان أدافع به وضحي لي مثلا بعشرة ولا عشرين نفر، لأنه بالنسبة لي أنا حاليا أنا بالنسبة لي أنا كزول شخصي بالنسبة لزول مؤيد الدعم السريع شايف المصنع ده منه أي أهمية، لأنه مساحة واسعة 50 قرية أعباء بتاعت مواطنين بالنسبة لي أنا مهم. ده وجهة نظري حتى الدعم السريع انسحب منه، الدعم السريع انسحب منه. أنت ما سامعني؟ في نقطة مهمة جدا هنا أنت ذكرتها، أنا قاعد هنا ما فوت كلام. أنت قلت المصنع لو دخلوا فيها اللي صوروا لنا المصنع ويجيبوا لنا. طيب النادر قال عندهم أدلة دخل المصنع وعندهم الأدلة الكافية والتلفون يهود بيناتنا. ما خلاص أنا ما نكرت. دقيقة حسيت عشان نتجاوز الموضوع. أنا ما نكرت حاليا.